شخصية اليوم من ملوك الأرض الأربعة. اهتمام الأديان بها يثير الدهشة والحيرة، ورغم ذلك بقي سره من أكبر أسرار التاريخ. فمن هو؟ إنه ذو القرنين، ملك صالح مؤمن، ورد ذكره في كتاب الله تعالى في سورة الكهف، إلا أن شخصيته الحقيقية كانت ولا زالت محل نزاع بين المتخصصين والمؤرخين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. وما هي صفات ذي القرنين؟ لقد كان ذو القرنين رجلا مؤمنا فيه صفات التوحيد والعطف، ولم ينحرف عن طريق العدل، ولهذا السبب شمله العطف الإلهي الخاص، إذ كان ناصرا للمحسنين وعدوا للظالمين، ولم يكن يرغب أو يطمع بمال الدنيا، وكان مؤمنا بالله واليوم الآخر. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية، ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وهل تعرفون قصة ذي القرنين والسد؟ ذكر القرآن الكريم أن ذا القرنين أثناء طوافه بالأرض بلغ بين السدين، فوجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، فاشتكوا له من يأجوج ومأجوج، وطلبوا منه أن يقيم بينهم سدا يمنع عنهم فسادهم، فاستجاب لطلبهم، فمنع السد الذي أقامه ذو القرنين يأجوج ومأجوج من الخروج. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعنوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. صدق الله العظيم.